عاشت محافظة أبين أحداثاً سياسية وعسكرية كثيرة خلال العام 2022، كان أبرزها ملف الإرهاب وسيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي على ما تبقى من مديريات المحافظة عبر تفاهمات قال إنها تأتي ضمن اتفاق الرياض. في أغسطس دخلت قوات الانتقال مدعومة بمدرعات إماراتية مدينة شقرة الساحلية بعد تفاهمات مع القوات الموالية للحكومة. في المقابل دخلت قوات أمن أبين بتشكيلاتها المختلفة عاصمة المحافظة زنجبار عقب عامين من خروجها بسبب المواجهات التي عاشتها المحافظة في العام 2019. لاحقا أطلقت القوات المشتركة عملية سميت بسهام الشرق تمدد فيها الانتقال للسيطرة على باقي المديريات في المحافظة، ليبدأ فصل جديد من فصول الإرهاب الذي عاشته عدد من المديريات وراح ضحيته الكثير من المدنيين. سياسيا ظل محافظ أبين محتفظا بمنصبه الذي تربع عليه منذ 6 سنوات وسط تجاذبات بتعيينات أخرى طرحت على طاولة المفاوضات دون أن تبصر النور. ملف الجبايات المالية على الطرف الآخر كان محل خلافات بين القيادات العسكرية بعد اعتصام المئات من مالكي الشاحنات على الخط الدولي لأسابيع. صراعات وتجاذبات بقي المواطن الباحث عن الأمن هو المتضرر الوحيد منها، فيما ظلت الدعوات إلى توحيد القوى الأمنية وإلزام السلطات المحلية بواجباتها تجاه المواطنين مستمرة حتى اليوم.